السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية نضالية عالية خالصة لجميع الأحرار والحرائر، وتضامننا اللامشروط مع جميع الموقوفين مع توقيف الراتب والذين طالهم الشطط في استعمال السلطة وتنفيذ وتفعيل إجراءات ترك الوظيفة المخالف للنصوص القانونية المعمول بها. وسنقوم خلال هذا اليوم من بعد في شي ضيف لنوضح بأن اللجوء إلى الفصل 73 و75 لا يستهدف سوى الموظفين الخاضعين للنظام ديال 2003/2/854 فقط لا غير، ولا يسري البتة على أطر النظام، على أطر الأكاديميات الآن، لأن المرسوم الذي هو ساري المفعول الآن والمرسوم 2/23/819 إلى حين نسخه، وبالتالي فأطر الأكاديميات لا يخضعون إلى القانون ديال الوظيفة العمومية، وبالتالي فتطبيق الفصل 73 و75 من قانون الوظيفة العمومية يعتبر لاغيا بالنسبة لأطر الأكاديميات. إذن نشوفكم هذا اليوم عبر مباشر أو فيديوهات لنواصل تواجد اليوم ديالنا بدون توقف، بدون انقطاع، avec continuité sans discontinuité لمدة 4.5 سنوات وما يزيد. ودائما تحية للأحرار والحرائر. أما اللي في بالكم مزبلة التاريخ تنتظرهم. دور 120.